إصابة بالمية الزرقاء، بالذات اللي هي المية الزرقاء الأولية أو اللي هي بنسميه حرام النظر، هو بيحصل ارتفاع في ضغط العين. الارتفاع بتاع ضغط العين ده يعني بيبقى فيه زي سائل بيفرز داخل العين، والمفروض السائل ده بيطلع من حاجة زي مصفى. المصفى دي مع الوقت ممكن إن هي ما تقدرش تصفي السائل كويس بنسبة عالية، فبالتالي تبدأ تقل نسبة التصفية بتاعها، زي البلاعة كده لما يعني مع الوقت تبدأ تتسد، تبدأ نسبة تصريفها يقل، فبالتالي بيتحبس السائل جوه العين. ولما يتحبس السائل جوه العين وهي عين مقفولة، يبدأ ضغط العين يرتفع. أضعف حتة في العين اللي هي العصب البصري، فبالتالي كل ما السائل جوه العين يتحبس زيادة، كل ما الضغط جوه يزيد، فبالتالي كل ما تضغط على العصب البصري، وكل ما بتضغط على العصب البصري يبدأ العصب البصري يتأثر ان هو يتاكل جزء بجزء منه. تمام.